السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. تحية لكل الناس اللي بيتابعوا هذا البرنامج. اليوم في يوم الأحد نحن فتحنا سلسلة التغيير إلى الأفضل بصحبة الدكتور أيمن الشيخ جمعة، السهل الاستراتيجي أو استشاري الاستراتيجي التخطيط الشخصي. تحية لكل الأحباب الناس اللي بيتابعونا الآن. مسألة التغيير عندها جوانب مختلفة وكثيرة، في ناس طبعا عقدة يا أخي واقف في محل واحد، في محل واحد 10 سنة، في محل واحد 15 سنة وما قادر يتغير. كثير من اللي حققوا نجاحات على مستوى العالم، مدير شركة النوكيا وغيرهم، يعني في عصرنا الحديث حققوا نجاحات وغيروا من حياتهم ووصلوا ل يعني مربع القمة. عندنا الراجح على سبيل المثال، والناس كلها مشكلتها قروش، كان حمال يعني زول عتال بشيل، لكن ما وقف قال خلاص دي محطتي أنا اشتغل هنا، طور نفسه وطور نفسه لحد ما هو الآن بقى رجل أعمال يشار إليه بالبنان. وهكذا هي مجرد تغيير لقناعات من الداخل حتى تصل إلى ما تصبو إليه. إذا تغيرت هذه القناعات وعملت بهمة وخطيت عندك هدف بتصل بإذن الله سبحانه وتعالى. أسعد جدا بأن تشاركونا في هذه الحلقة من خلال جسور التواصل المختلفة مشاهدينا الكرام، عبر أرقام الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة، وكذلك عبر الواتس رغم إذا طرأ على الشاشة، وكذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك برنامج حياة طيبة. باسمكم جميعا أرحب بالدكتور أيمن الشيخ. مرحبا بك دكتور ومساك سعيد. حياك الله أخي يوسف، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات جميعا. حياك الله دكتور أيمن. نحن نتكلم عن التغيير الأفضل في الحلقة الثانية، إن شاء الله نصل بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إلى الأفضل من خلال تغيير مفاهيم. نحن تكلمنا في نقطة وقفنا فيها كثير، مسألة هل هناك مجالات للتغيير، وإن شاء الله نجي ناخذ فيها واحدة تلو الأخرى، لكن نربط المشاهد قبل ما نمشي للمجالات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا حقيقة في غاية السعادة أن نواصل الكلام في موضوع أنا بعتبره من الموضوعات الحيوية، لأنه موضوع بهمني أنا وبهمك أنت وبهم أي شخص، بهم الشخص اللي في البدايات عايز يمشي لقدام، وبهم الشخص المشي لقدام أنه يمشي لقدام أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. الكلام حول التغيير هو ببساطة شديدة جدا كيف أنتقل من النقطة ألف اللي هي الوضع الحالي إلى النقطة باء اللي هي الوضع المرغوب. هذا التغيير قلنا في الشريعة الإسلامية اسمه الإصلاح. لفظة التغيير ما موجودة في شريعتنا بالمعنى ده، أو موجودة في الشريعة لكن لها مفهومات أوسع من مجرد التغيير نحو الأفضل. التغيير هو إصلاح النفس، التغيير هو إصلاح الذات، التغيير هو إصلاح الإنسان لما حوله، التغيير هو أن يضع الإنسان في باله حاجة داري يصليها ثم يسعى في الوصول إليها، التغيير هو قناعة الإنسان بأن الوضع الحالي مفترض ما يستمر، مفترض أنه يتحسن ويكون أفضل مما نريد، مما يريد، أفضل مما يتخيل لنفسه. التغيير هو أن الإنسان يكون عنده طموح داخلي أنه أنا إنسان رائع، لكن أنا متأكد أنني لو بذلت كل ما أمتلكه سأكون إنسان أروع. وده إحساس للأسف موجود عندنا كلنا، كل زول جواه إحساس أنه أنا تمام، لكن والله لو كل الفنين طلع يا حتشوفوا حاجات ما شفتوها قبل كده. كل زول بيحس أنه أنا عارف أنه عندي قدرات، والله لو القدرات اللي عندي طلعت، والله لو أنا فعلا كل شيء أنا عارفه عن نفسي طلع، يا أخي أنا حأسوي وحأسوي وحأسوي. في النهاية للأسف ما في حاجة بتطلع، يعني يكون ما عمل حاجة. في النهاية نحن دارين التغيير اللي هو الشيء العملي الذي يرتبط بالتنفيذ على أرض الواقع حتى يتحسن الإنسان نحو الأفضل. نعم دكتور، نحن تكلمنا عن مجالات ودعنا نتكلم عن الجانب الروحي. يعني الإنسان لو ما بدأ بإصلاح روحه وذاته وهيئة، يبدو لي بتصعب الحاجات اللي بعد الجانب الروحي بلا شك. نحن لما نتكلم عن الجانب الروحي بنتكلم عن الجانب الروحي كأساس، كأساس صحيح، كأساس متين. يلا يا أستاذ يوسف، نحن كلامنا عن الجانب الروحي لأنه نحن بنعتقد أنه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هي الأصل في حياتنا. كلامنا عن الجانب الروحي لأنه بنعتقد أنه الدنيا ما النهاية، أنه بعد الدنيا في حساب، في آخرة، في جنة، في نار. الكلام ده بيخلينا نهتم بالجانب الروحي. نعم. بعكس الشخص اللي ليس على عقيدة ممكن يكون في مجالات كثيرة من التغييرات ليس منها الجانب الروحي. ممكن يكون إنسان ناجح جدا ماديا، ممكن يكون ناجح جدا اجتماعيا، ممكن يكون ناجح جدا عائليا، ممكن يكون ناجح جدا في عدد كبير من المجالات ليس منها المجال الروحي، ومع ذلك يكون ناجح. فبيجي تساؤل، كيف انتم بتقولوا انه الجانب الروحي هو الاساس اللي بنبني عليه كل النجاحات وكل التغيير، مع انه في ناس اصلا ما مسلمين عديل
وناس ناجحين تمام. بقول لك الإجابة بسيطة جدا، أنه نحن كمسلمين عندنا الجانب الروحي هو الأساس، لأنه عندنا الدنيا ما النهاية، هو عنده الدنيا هي النهاية، فعنده الدنيا النهاية، فبالنسبة له الجانب الروحي ما محتاج فيه، هو ممكن يكون ناجح ماديا واجتماعيا و و و لأنه آخر شيء فكر فيه هو نهاية حياته اللي هو عايشها، لكن نحن قاعدين نفكر في الآخرة. عشان كده الشيخ الشعراوي رحمه الله بيقول: كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. يا سلام. كن عظيما ودودا، عظيما في الدنيا دي ودود، قبل ما تنتقل لمرحلة ثانية هتصبح فيها عظام ودود، ما حينفعك إلا العظمة والود اللي كنت عايش به في الدنيا اللي حيوديك للآخرة في جنات النعيم بإذن الله تعالى. فده الفريق، ناس كتار ممكن يكونوا ناجحين من غير الجانب الروحي لأنهم غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. نحن مؤمنين، بنؤمن أنه الجانب الروحي يعتبر هو أساس، زي ما أنت ذكرت في الحلقة الفاتت، زي الأساس اللي بتبنى عليه والبناية كلها، الأساس ده متين البناية حتكون إن شاء الله تعالى متين، لأنه نحن نؤمن بأنه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد. نحن أمة إقرأ، وتكلمنا عن القراءة في حلقات فائتات، نحن نتكلم عن الجانب العلمي، وترتبط حياة الإنسان بتطور مهاراته العلمية، نتكلم نشوف إلى أي مدى أهمية هذا الجانب. طيب، إذن الجانب الأول اللي تكلمنا عنه الحلقة الفاتت كان هو الجانب الروحي. الجانب الثاني اللي ذكرته الآن ده من الجوانب المهمة جدا في حياة الإنسان، اللي هو الجانب العلمي. طيب، عشان نكون صريحين، الجانب العلمي بالنسبة للناس واحد من اثنين، إما جانب مهم جدا أو جانب ضعيف الأهمية، وكله صح. يعني يفترق من شخص لشخص. أيوة كله صح. بمعنى تلقى فلانة زولة مهتمة جدا بالعلم الشرعي، مهتمة جدا بالتحصيل، مهتمة جدا بكذا وكذا وكذا، بالنسبة لها الجانب العلمي يعتبر جانب أساسي في حياتها. نعم. بينما فلانة الأخرى ما فهم شيء في الجانب العلمي ذاته، ما فهم فيه شيء، فهي الله بتقول لك باقي الجوانب، الجانب العلمي ده بس داري فيه الأساسيات. عشان كده نحن لازم نكون واضحين، هل أي زول داري إنه يتغير من الناحية العلمية ويبقى توب ما شاء الله تبارك الله، يبقى متميز، يبقى هو الأفضل الأعلى؟ لا. منو داري إنه يتغير؟ الزول الداير، الزول الحاسس أنه الجانب ده جانب بهمه. الجانب العلمي نحن بنتكلم فيه عن حب الإنسان لأي علم من العلوم، ليس العلم الشرعي فقط. نعم. العلم الشرعي هو الأساس، حفظ القرآن الكريم، حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دي من التغييرات الرائعة جدا في الحياة. لكن أنا ممكن يكون عندي حب لمجموعة من العلوم الدنيوية الأخرى، أنا بحس أني بعشقها. يا أخي أنا زول مثلا من الناس المحبين لعلم النفس على سبيل المثال، وأنا مثلا قاري محاسبة، زول قاري محاسبة لكن بحب علم النفس، أنا دار أتغير في المجال ده، دار أتطور، دار أخذ دورات تدريبية كبيرة جدا، كثيرة جدا، دار أقرأ كتب كثيرة في المجال ده، داير أحضر فيه إن شاء الله كان دبلوم، إن شاء الله كان حاجة كده إضافية. إذن الجانب العلمي راجع لاهتمامات الإنسان، وليس أمر ملزم للجميع، والكلام ده على فكرة في كل جوانب حياتنا. الجوانب الموجودة في حياتنا يا أستاذ يوسف ليست على مستوى واحد، في جوانب أكثر أهمية، في جوانب أهمية نص نص، في جوانب أقل أهمية من الجوانب الأخرى. نعم. إذن ده متكأ تاني نتكأ عليه دكتور أيمن، اللي هو نتكلم عن الجانب الروحي والجانب العلمي. حاليا نشوف إن شاء الله تأثيرات العائلة. جميل. لكن يمكن يا دكتور أيمن حكاية الجانب العلمي دي الناس تقصد بها مثلا السلم التعليمي، أنا حاجي نناقش إن شاء الله بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، حنشوف التقرير ونجي راجعين نشوف فيه شنو، خليكم معنا. حياة طيبة. هناك خطوات مهمة للتغيير الإيجابي على مستوى الفرد والمجتمع، ومنها تحديد هدف واضح للحياة، ويعتمد ذلك على سلك أقصر الطرق الكفيلة بالوصول إلى الهدف وتحقيقه، حيث أن العيش بصورة عشوائية ومتخبطة يضيع عمر الأفراد دون جدوى ويؤثر سلبا في مستقبلهم. اتباع عنصر التخطيط، وذلك بوضع جداول واضحة للأعمال بحيث تشملها جداول زمنية تضمن توزيع كافة الوظائف والمهام على مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة بصورة تحقق الأهداف والغايات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى بشكل منتظم. وتعد هذه الطريقة هي الأمثل لتحقيق ما يسعى إليه الشخص دون تشكيل أي ضغوط عليه. اتخاذ قرار صارم بتنفيذ كل ما تم التخطيط له، وامتلاك عزيمة وإرادة قوية في كافة مجالات الحياة. تنظيم الوقت واكتساب مهارات إدارية
للتمكن من إنجاز كافة الأعمال التي تم التخطيط لها مسبقاً. حياة طيبة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، عدنا إليكم الحديث اليوم عن التغيير للأفضل. هذه هي الحلقة الثانية بصحبة الدكتور أيمن الشيخ جمعة سهل، استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم. مرحبا بك دكتور، تعليق على هذا التقرير. التقرير حقيقة بيتكلم عن جزء من التغيير اللي هو التغيير الإيجابي. انت متذكر احنا يعني في تغيير سلبي؟ ايوه. احنا قلنا التغيير اللي احنا قاصدينه هو التغيير اللي في مصطلح الاسلام اسمه الاصلاح، اللي هو في التقرير اللي هو التغيير الايجابي. عشان كده لما نزول يتكلم عن التغيير عموما، فالتغيير ده يشمل التغيير الايجابي، يشمل التغيير السلبي، يشمل التغيير للافضل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لا يغير ما بقوم للاحسن أو حتى يغير ما بأنفسهم للأحسن، وكذلك الأسوأ، لا يغير ما بقوم للأسوأ إلا لو بيقوا هم سيئين. فالتغيير يشمل الحالتين. يا سلام. لكن نحن لما في حلقاتنا لما نتكلم قاعدين نتكلم عن التغيير الإيجابي اللي هو يتكلم عنه فيه، وذكر مجموعة من الوسائل حقته في التقرير. تحية لفريق البرنامج. دكتور أيمن، فيما يتعلق بالجانب العلمي بس داير أكمل فيه لأنه ربما يشكل على بعض الناس داخل فيه حكاية السلم التعليمي، عن الزول يطور نفسه مثلا يقرا الاساس الثانوي الجامعه يحضر كذا. طيب نحن دارين الجانب بتاع الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه وتخصص، دارين نشيلها نوديها حته ثانيه اللي هي اسمها الجانب المهني، حيجينا بعدين حنجل. اللي هي حتقرا جامعه، طب حتتخصص شنو؟ طيب حتشتغل شنو؟ نعم. طيب شغلك ده هل فيه ترقيات؟ هل فيه ماجستير؟ هل فيه دكتوراه؟ فدارين نخلي الجوانب بتاعت الاشياء اللي لها علاقه بالمهنه اذا كان لها علاقه بالشغل في الجانب المهني. الجانب العلمي ده يا استاذ يوسف بيتكلم عن اي علم ما عدا التخصص حقك. انت زول متخصص اعلام، ده معنى كان كلامك في الاعلام حنخليه في الجانب المهني بعد شويه حيجينا. لكن لو انت قاري اعلام لكن بتحب مثلا تقرا في التاريخ، نفسك تقرا في السيره النبويه، نفسك تكون زي الدكتور راغب السرجاني ربنا يحفظه في تقديم السيره، من افضل الناس بعد 20 30 سنه لقدام، تغيير لقدام داره يحصل، ده اسمه تغيير في الجانب العلمي. نفسك تالف كتب في مجالات مختلفه، نفسك تقرا كميه كبيره من الكتب في مجالات مختلفه، دي كلها في الجانب العلمي. القراءه، التاليف، ان انشئ مكتبه جميله جدا كبيره، ان اكون متميز في العلم الفلاني او الفلاني او الفلاني، دي كلها داخله معانا يا اخي في الجانب العلمي. من اساسيات الجانب العلمي لو الزول عنده فيه رغبه حفظ القران الكريم. يا سلام. حفظ القران الكريم ده طبعا اللي اخذتناه في الجانب العلمي، ما اخذتناه في الروحي، لانه بيقول الحفظ ده عمليه عقليه، احفظ انسى الايه اللي بعدها الايه القباله. اما في الجانب الروحي ممكن تكون التلاوه الخشوع، دي في الجانب الروحي، لكن الحفظ كحفظ هو في الجانب العلمي. ليه؟ دار مواصله، دار حفظ العمر كله. انا والدي ربنا يحفظه لحد الان وانا بلقاه احيانا جالس بعد صلاه العشاء هو بيردد في الايات في تلاوه القران، فبساله بلقاه بيراجع. الوالد حفظ في سن صغيره في الخلوه يعني من عشرات السنوات، ما خلاص حفظه انتهى؟ لا، ما في حاجة اسمها انتهى، هو يعرف تماما ويعلمنا نحن تماما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أن القرآن يتفلت من الإنسان تفلت. نعم. فالعيش مع القرآن ده في الجانب العلمي. حب القراءة يا أخي، في ناس في القراءة دي مبدعين، احنا تكلمنا عنها سابقا. نعم. في ناس ما شاء الله بيفرم الكتب دي فرم، في ناس عندهم عشق للكتب. نعم. في زول بيمسك الكتاب ده بيعيش في عالم تاني أبعد منه بعيد، خلاص بيحش بيدخل في عالم الكتاب والقراءة فبيستمتع. ديل الناس اللي بيقروا بيقروا بيقروا، ديل الناس بعد سنتين ثلاثة أربعة بيشعروا بتغيير رهيب حصل في حياتهم بس بسبب شنو؟ القراءة. تخيل معي زول بيقرأ في اليوم 10 صفحات بيطلع في آخر السنة بثلاثة ألف وستمائة صفحة. 3600 صفحة من شنو؟ كلها معرفة. أيوه، معرفة، معرفة جديدة من 10 صفحات في اليوم، يعني ربع ساعة تلت ساعة في اليوم بتطلعك زول تاني تماما في الجانب. نقلة، نقلة كبيرة بمجهود بسيط. طبعا بالتأكيد. نمشي للجانب العائلة، حكاية الأسرة دي يعني ممكن تؤثر للزول وتغير؟ طيب نحن بنتكلم عن التغيير في الجانب العائلي. أنا عشان أتغير في الجانب العائلي محتاج لحاجتين. الحاجة الأولى أمسك أشوف نفسي أنا عندي مشاكل في شنو؟ تمام، دار تصليح، تمام؟ دي الجانب الأول. وأمسك الجانب الثاني أنا نفسي أحسن حاجة تحصل في الجانب العائلي شنو؟ فأبدأ أشتغل على الاثنين، أبدأ أشتغل معالجات لسلبيات موجودة عندي. في زول ما فاضل لأسرته، ما فاضي، مشغول. نعم. تمام؟ فهو دار يتغير في الجانب العائلي، انا دار افضي نفسي لاولادي، دار افضي نفسي لزوجتي، هي محتاجه اني اقعد معاها زمن اطول، اولادي محتاجين اني اخذ وادي معاهم زمن اطول. فده تغيير. طيب انا عندي اشكاليه في الجانب العائلي مثلا. نعم. من الاشكاليات في الجانب العائلي على سبيل المثال
انه انا عندي مشكله في الجانب المادي في الجانب العائلي. انا حكايه القروش، ايوه في حكايه القروش عندي فيها اشكاليه في الجانب العائلي، اصلحها كيف؟ كيف اعرف الايجابيات من السلبيات؟ موضوع المصروف من الداخل من الطالع في الجانب العائلي دي مهمه جدا، اصلحها كيف؟ انا في الجانب العائلي قد يكون عندي اشكاليات، اذا ده الجانب الاول اللي هو معالجه اشكاليات. طيب ممكن يكون فيها شقين، تاثير الجانب العائلي ذاته على 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 انك تغير الافضل، نحن ان شاء الله برضو نكمل فيها ونشوف برضو التاثيرات الموجوده شنو، لكن بعد ما نشوف راي الجمهور. طيب طيب مشاهدينا الكرام، نشوف راي الشارع من خلال عين الكاميرا، لكن بعد الفاصل نواصل. طيبة. انا شايف انه المجتمعات تتقدم وتتطور بسبب التعليم، لانه اي مجتمع يتقدم ويتطورت يكون باهتمامها لجانب التعليم، واي مجتمع لو سواء كان متاخر للان يكون بسبب جهله للتعليم وكذا. دائما الانسان لو عاوز يتقدم او يتطور نفسه اول حاجه عليه بالعلم، العلم هو مفتاح النجاح لكل شخص اذا اراد أن يتقدم أو يتقدم للأمام. ولهذا السبب أنا أرى في الشخص الضعيف يعني مثلا أنه الواحد يهتم أول حاجة بالعلوم، مثلا العلوم الإسلامية والعلوم الثقافية والتقنية اللي بتودي الواحد لقدام. إنسان مثلا عاوز يطور نفسه يمشي للأفضل حياته، أول شيء في خطوات لابد الإنسان يتبعها، من ضمن هذه الخطوات هي تحديد الهدف. يعني الانسان في الحياه بلا هدف هو يعني انا اقول هو ميت وان كان حي يمشي بين الناس. الانسان لازم لما يكون عنده هدف عايز يحققه لازم يعمل كل حاجه في حياته عشان يقدر يحقق الهدف ده ويوصل لمبداه، ولازم يكون ذاته بذاته ويكون عنده اصرار وعزيمه. كل حاجه داير اجتهاد، ولكل مجتهد نصيب، فانت لازم تواظب عملك وتواظب يعني تجتهد، فكل مجتهد النصيب. نعم طبعا الزول يجتهد في سيرته ويواظب عمله دائما يذاكر، وما في خطة بتنجح ما لم تكون عندك هدف أمامك. أول حاجة عشان الزول يطور نفسه ويصلح من إمكانياته، في حاجة جديدة اتعملت اللي هي البورتفوليو، أو هي الحاجة الحالية نحسي متبعة اللي هي أنت كنت وين وبقيت وين، أي حاجة ناقصة منك، أي حاجة أنت طورتها، الكلام ده كله دوكومنتد أو مسجل، أنت تكون مسجل على أساس أنه أنت تكون متابع نفسك أنت ماشي كيف. يكون عندك أهداف على المدى القريب، أهداف على المدى البعيد، الأهداف على المدى القريب تكون مرحلة بحيث أنه هي أنت لما تمشي وتحققها تقوم شنو؟ تقوم تصل تمشي للبعادة وتمشي للبعادة لغاية ما تصل للهدف الأكبر لك، وتصل تحقق طموحاتك والحاجات اللي انت عايز تصل لها. حياة طيبة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث عن التغيير الأفضل بصحبة الدكتور أيمن الشيخ جمعة السهل، استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي. شفنا رأي الجمهور. دكتور أيمن، تعليق على هذا الاستطلاع. في بعض الناس يربط التغيير بجانب معين اللي هو القراءات والثقافة، دي حاجة كويسة، لكن لازم ننتبه لأنه التغيير لما نتكلم عن التغيير نتكلم عن دائرة شاملة لمجموعة من كبيرة. الأشياء. أيوة. أخوانا اللي تكلم في آخر الاستطلاع ربط بين حاجتين مهمة جدا اللي هي التغيير والتخطيط. التغيير ما بيتم إلا عن طريق تخطيط، أنت محتاج لتخطيط تخطط به ولشنو؟ يعني ما مجرد للتغيير. كلام أنا داير أقوله بالضبط. أنا حقول كلام وحقوم أجتهد باجتهادات خاصة. الاجتهادات ما حتوصلني للدائرة بالضبط، لكن لما أخطط للتغيير الدائرة أصل له ده إن شاء الله تعالى حارق نفسي، لو ما وصلت 100% قربت من الحاجة الدائرة أصل لها. هنجي إن شاء الله نتعرف على حكاية إنه ذات الزول خطط عشان غير، كيف يا دكتور أيمن؟ باعتبارك أنت مختص في هذا الجانب. ونحن تكلمنا عن الجانب العائلي، قلنا انا ذاتي عائلتي محتاجه فيها شقين، انا داير اغير في العائله وهي ذات احتياجاتها مني، والعائله ذات تاثيرات علي في حين انا داير اتغير. تمام، خلينا نبدا بالتاثيرات بعدين نرجع نتكلم عن الشق الاول اللي قلناه قبل شويه. التاثيرات على فكره مهمه جدا. الجانب العائلي هو جانب غالبا اما جانب راحه نفسيه او جانب تعب نفسي. في النص ما في؟ يعني ما في، في النص اللي هو العادي، العادي ده اللي هو شنو؟ اللي هو يكون جانب بتاع تعب 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 تعب، بعدين اسمه تعودنا 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 تعودنا، ده اللي قلته انت في النص ده. في النص ده هو اصلا تعب يتعودنا عليه. يعني زهج يتعودنا عليه. ما في حاجة حلوة يتعودنا عليها. فانتقلنا بحمد الله من مرحلة الزهج من الجانب العائلي إلى مرحلة الرضا بالواقع. ماشي ماشي، ما الناس كلها عايشة كده وخلاص.
فدي المرحلة اللي انت بتسميها وسط، اللي هي انه الناس وصلت لمرحلة ما في سعادة ونشوة بالجناح العائلية، ما في ترقب، ما في شوق، ما في تخطيط للحياة، وفي نفس الوقت الزول عايش مرحلة شبه عادية. دي للأسف قد تكون موجودة عند، ما بدي أقول عند أغلب الناس، ما بقدر أحكم على الناس، ما بعرف يعني تفاصيل حياة الناس كيف، لكن عموما أناس كثر جدا سعداء بعائلاتهم، أناس كثر جدا عندهم مشاكل عائلية كبيرة جدا، وفي ناس زي ما قلنا لك يتعودوا على الموضوع، بقى عندهم المرحلة الوسط اللي أنت ذكرتها. يلا الجانب العائلي مشكلته أنه من الجوانب اللي لها أثر في حياة الإنسان، بمعنى الجانب العائلي هو بيغطي لك جزء كبير من الجانب النفسي. لو أنت مرتاح في العائلة، مرتاح في البيت، أنت مهيئ للتغيير، حتكون قابل أنك تعمل أي حاجة إيجابية. أنت ما مرتاح في البيت، ما مرتاح في العائلة، حاسس أنه العائلة دي مكان أنت مفترض تشرد منه، مكان مفترض تخش له فقط كفندق من أجل النوم فقط في وقت النوم، لكن تطلع من الصباح لو بقيت فاضي لازم تفتش لك شغل العصر، ما ترجع البيت، انتهيت نص العصر لازم تلقى لك حاجة تقعدك المغرب، إن شاء الله كان في الحي مع ناس، يعني لازم تجي البيت خلاص يكون ناس البيت انهدوا كلهم تعبانين والأولاد شبه داري نوموا، وانت أصلا جاي البيت عامل لي فيها سعادتك أنك تعبان من الصباح وجاي أخذ راحتي، يا أولاد ما تتعبوا أبوكم وخلوا يرتاح وخلوا ينوم، وفي النهاية انت أصلا اللي كنت شارد، انت أصلا يا دوب رجعت ومنتظر 200 الله يجيب الصبح عشان يجلي مرقة تانية. دي حياة الإنسان حتى نفسيا ما مرتاح، وبالتالي ما حيكون عنده أداء، ما في قابلية للتغيير. أيوة ما في قابلية للتغيير لأنه ما في راحة نفسية. الطالب اللي عايش في أسرة زي دي ما حيكون طالب مرتاح، مستوى الدراسة حيكون منجهجي محزوز، الأب حيكون تعبان في حالة زي دي، الأم العايشة في جو زي ده حتكون أم نفسياتها تعبانة جدا. أحيانا الكلام ده بيأثر حتى على الإطار اللي حول البيت من الأسرة الكبيرة يعني. نعم. فدي حاجة مهمة جدا، أنه الراحة في الجانب العائلي حاجة مطلوبة، على الإنسان أن يبحث عن راحته العائلية بأي طريقة ممكن يسعى إليها، يسعى أنه يعدل نفسه ويعدل ناس البيت، يسعى أنه يكون في نوع من التجاوب، يغير في الأخطاء الموجودة عنده حتى يصل إلى هذه الراحة. نعم، ونحن تكلمنا عن الشق الأول بدينا فيه كده لكن طلعنا للفاصل، أنه أنا ذاتي داير أغير في عائلتي. ممتاز. قلنا عندنا شقين، أنا داير أغير في الجانب العائلي عندي، أنا ما داير أغير في عائلتي، انا ممكن اكون داير اغير في نفسي تجاه عائلتي، غير في نفسي او اغير في عائلتي. يعني انا قصدي لازم نفهم انه لما نقول لما نتكلم عن التغيير في الجانب العائلي فالمقصود هم وانا، ليس انا فقط وليس هم فقط. حرجع اتعرف على كيف لكن بعد الفاصل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نواصل ان شاء الله، نتيح المساحه للجمهور للمشاركه في هذه الحلقه من خلال ارقام الهواتف، كونوا برفقتنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث عن التغيير الأفضل بصحبتنا الدكتور أيمن الشيخ، جمعة سهل استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي. نسعد جدا بمشاركات السادة المشاهدين عبر أرقام الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة. مرحبا بك دكتور أيمن، مواصلة في منقطع من حديث عن مسألة التغيير في العائلة. نعم جميل. نحن في الجانب العائلي ما زال أؤكد أنه أي زول كيف يفكر في الجانب العائلي بطريقتين، الطريقة الأولى إشكاليات لازم تتحلى، الطريقة الثانية حاجات سمحة لازم تتعمل لازم أصل لها. بمعنى آخر أنا ذكرنا المثال السابق، عندنا أب مشغول من أولاده، أنا في الجانب العائلي دار أتغير، يا أخي أنا ليه دائما مشغول، أنا ليه ما أضع أسرتي من أولوياتي؟ زول يقول لي يا أخي ما دار أضعها من أولوياتي، أنا أولوياتي هي شغلي، أولوياتي هي شغلي الاجتماعي، أولوياتي هو كذا وكذا. أقول لك إلا أخي ضع جزء من أولوياتك، لو ما خطيتها رقم واحد أو اثنين ضعها جزء من أولوياتك. بمعنى الفكرة تربية الأولاد دي ما شيء سهل. ليه نحن كآباء بنرميها بنسبة 90% أو 80% على الأمهات؟ ليه ما يكون في جزء من المشاركة؟ الشراكة هي الساعات اللي بيقضيها الأب في البيت لازم تكون ساعات ذهبية فيها إشراف تربوي وإشارات ذكية. يعني باختصار نحن دارين الساعة تبقى بخمسة. كيف؟ يا أخي أنت كأب ممكن ما بتقعد في البيت إلا نفترض من المغرب لحد العشاء أو بعد العشاء بساعة ساعتين الأولاد بيكونوا ناموا، لو في أطفال صغار يعني. بمعنى آخر أنت قاعدتك في البيت لو طولت كده قاعدة كاملة ممكن تصفريها زي 3 ولا 4 ساعات، دي تعتبر كويسة. المطلوب الأم دي بتقعد في البيت اليوم كله باقي الزمن كله، وبتاخد مع في مجاوطة للأولاد وتعب وشغل البيت وغيره وغيره. أنت كأب أنا دارك تفكر، أنا دار أقعد 3 ساعات، لكن أنا دار 3 ساعات دي تبقى 30 ساعة. بمعنى أنا دار أقعد زمني كله بأهداف، أنا دار أقعد أجيبهم أو أنسهم أولادي ديل، دار أقعد أحكي لهم حكاية، دار يصل توجيه معين، دار يصل. بمعنى آخر أنا ما ممكن 3 ساعات يكون منها ساعة جرائد وساعة تلفزيون وساعة نوم،
الموبايل نسيت معلش، الموبايل ده اهم حاجه وساعه في او اكثر في التليفون. بمعنى اخر انت حتكون عباره عن صوره، وجودك في البيت عباره عن صوره، الكلام ده لازم يتغير. طيب جميل دكتور، انت عشان ما تركز من حمركز على شق معين، لازم نعمل بالانس. ما تقول لي امهات دقيقة انا ما عندي بالانس. شوف انا برمي باللوم بنسبه 90% على الاباء، اديني البالانس الدار وانا حاقنعك ان الامهات ما لهم ذنب في الموضوع. اوعى تقولي الام شغاله والام موت ابدا. انت لو بتتكلم عن ان الام عندها اشكاليه، انت بتتكلم عن نسبه 10% من المسكينات الامهات. المصيبه كلها في الرجال، المصيبه كلها في الاباء. الاباء ديل هم الدارين زول يمسكهم كده ويهزهم يقول لهم حرام عليكم، المسكينه قاعده في البيت تسوي شنو؟ انت ما تتحرك ما تسوي حاجه، ابذل جهد. هتقول لي طيب ما في امهات كده، اقول لك في، لكن في في نحن الرجال في 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 والامهات دي في 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 معارضه. نحن ما لازم نقبل راي الاخر دكتور. طيب ايمن، نحن بنتكلم عن تغيير الافضل. المراه ذات ما في بعدين مراه عامله تمام، عندها برضه شغل في البيت، هي بتجي زي ما انت بتجي، عندها دوام زيك، بتجي الساعه 3 او بتجي الساعه 4، بقت حكايه قديم جديد. فالمساله دي يعني بحتاج برضه هي وزع عشان اتغير الافضل، دايره غير في عائلتي، دايره انا اربي اولادي كويس، دايره يكون بيتي منظم، عشان ما الحكايه تكون يعني كانها موجهه للرجال. نحن نتكلم عن الرجال، خلينا نكون صريحين، الرجال هم اساس المشكله، الرجال في الموضوع العائلي هم اساس المشكله. انا بتكلم عن ناحيه الزمن. هل في نساء فيهم مشكله؟ فيه كتار كتار. هل الكثره دي تقارن بالمشاكل عند الرجال؟ ابدا لا تقارن. المرأة العاملة ده موضوع بلاو، أنا ما تكلمت عنها، أنا ما تكلمت عن امرأة بتكون طالعة من البيت الصباح، بتكون سوت الغداء من امبارح بالليل، مسكينة سوت الغداء من امبارح بالليل عشان تطلع الصباح بدري دغش وتلبس أولادها وتطلع عشان تساعد ود الذين اسمه الراجل في مصاريف البيت، عشان هو بيجيب مليونين وهي دار تجيب لها مليونين عشان تساهم حاجة لا ربنا فرضها عليها ولا قال لها تسويها. كتر خيرها مشت تشتغل عشان تساعدك، تدق قرشين ثلاثة تستر بها حالك مع أهلك ومع أهلها، كتر خيرها حتى لو بقت امرأة عاملة. هتقول لي طيب ما هي بترجع اخر اليوم وما حتكون مهتمه ببيتها ولا مهتمه؟ في نساء عاملات وقادرات يضبطوا الموضوع، في نساء عاملات مقصرات ايوه في، لكن دب المشكله الاكبر نحن بنتكلم عن التغيير، دارينه يكون للرجل ودارينه زي ما انت تقول يكون للمراه كذلك، لكن هذا هو مربط الفرس. نعترف بالحقيقه ان ما في موازنه بين الامرين، ابدا ما في موازنه، الامر واضح. الكفه المحتاجه تعديل هي شنو؟ شعبية كبرت الليلة يا دكتور. لا لا والله ما حكيت شعبية، الكلام ده أنا من زمان بقوله. أنا بقول يا جماعة نحن في المجتمع في المرأة مهما كان الضغوط اللي عليها أضعاف مضاعفة من الضغوط على الرجل. أنا والله كنت في دورة تدريبية قبل فترة، كان فيها واحد من الناس المسؤولين الكبار علق تعليق عجبني، قال لي والله نحن النسوان دي مظلومات. قلت له كيف؟ قال لي زول بيطلع من البيت بدي المرة دي 20-30 جنيه، يقول هذه مصاريف الصباح مصاريف الليلة، ويمشي مع أصحابه يفطر وسمك في عوضية ب 200 جنيه. ود الذين مديها 20 وماش تفطر ب200 يا رجل، حرام عليك، مقصر يعني حاس انه كثير تديها 100 و150 وانت ماشي مع اصحابك فاطر باربع خمسه اضعاف المبلغ وعامل لي فيها كريم. الحكايه دايره مراجعه الناس مفترض تحترف عشان نصلح الاخطاء. ناخذ حسن يا دكتور نكمل ان شاء الله، تحيه لك، تحيه لكل امهاتنا واخواتنا في البيوت اللي قاعدين يادوا ادوار عظيمه. مرحبا يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حسن. أحييكم والله وأحيي الدكتور وأحيي قناة الطيبة يا أخي. نحن بنحييك ونحيي كلاكنا كلها. الله يسلمك والله. تفضل تفضل. الله يسعدك، تتكلموا عن التغيير الإيجابي. التغيير الأفضل. التغيير الأفضل. التغيير الإيجابي ده جزء من التغيير. تفضل. أيوه. نعم أنا أعترف إنه هنالك تغيير، يعني أصلاً التغيير هنالك تغيير من أسوأ إلى أفضل والعكس. لكن عموما انا داير بس اتكلم عن التغيير الايجابي. انا غير حسب رؤيتي انه اهم مرتكزات او عوامل التغيير الايجابي اول شيء انه انت لازم يكون عندك هدف، خلاص لازم يكون عندك هدف امامك، انه يا اخي انا داير اغير مثلا حاجه صفه معينه مثلا في اني انا شايفها ما حميده خلاص او ما ايجابيه، او مثلا انا احدد يا اخي عندي مثلا اقراني هم مثلا الان يعني يعيشون مثلا حياه افضل سواء كان على المستوى الاكاديمي او غيره او الاقتصادي وكذا، وبالتالي انا اسعى واجتهد ولابد انه انا احتك بهم على اساس انه اكون يعني او اغير من وضع حالي الى وضع احسن او افضل.
خلاص. وكذلك العزيمة، أنت عشان تغير التغيير يحتاج لعزيمة وإصرار كاملين، بحيث أنك تستطيع شنو يعني تكسر كل الحواجز والعقبات وتكون إنسان يعني إيجابي بالتأكيد. وكذلك الإرادة القوية، لابد يكون إرادتك قوية أنك يعني ترمي إلى شنو إلى التغيير إن شاء الله. شكرا لحضرتك. البيئة المساندة سواء كان الأسرة أو الصحبة أو التعليم، خلاص يعني الثلاثة بيلعبوا دور كبير جدا في تغيير الإنسان. شكرا يا حسن. شكرا 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 حسن، يديك العافية كتر خيرك. احنا ودنا انه نتيح مساحة اكبر لكل الناس، اكيد وزع الفرص بين المحاور وبين كذلك المشاركات. تحية لحسن، وما شاء الله ذكر نقاط المية يعني جميل. باختلافه نعم، تكلم عن العزيمة والإرادة، تكلم عن مسألة التغيير الإيجابي. حسن ده والله أنا أعتقد أنه جهز تجهيز جميل جدا للمكالمة. نعم. وأنا بسعد جدا لما زول يخش مكالمة وهو عنده حاجة مليانة كده، إما عنده سؤال أو استفسار أو عنده معلومات مليانة زي أخونا حسن ده. نعم. هو تكلم عن التغيير الإيجابي وذكر مجموعة من الوسائل الجميلة والرائعة جدا، الله يديه العافية. تحية له. طيب نحن نواصل دكتور أيمن، حتكلمنا عن الجانب العائلي ويبدو انه اوفينا وحقه، اتكلمنا عن الجزء الاول فيه واللي نعم. هو انه اشوف المشاكل واصلحها. نعم. يلا استاذ يوسف، في جانب ثاني اللي هو شنو انا طموحي شنو. ده مهم جدا في التغيير. طيب انا ما عندي مشاكل الحمد لله، اموري كلها تمام، اموري تمام. يلا سؤالي، انا داير احسن حاجه تحصل لي شنو؟ كويس، احنا حنتكلم بالتوازن اللي انت ذكرته، حنتكلم المراه كيف تفكر، احسن حاجه ممكن تحصل لي شنو في الاسره، الاب اللي هو الزوج كيف يفكر، الاولاد لو في اولاد كبار ممكن يسمعون، انا اولاد في اعمار كبيره ممكن يكون صحيح. عندهم دور في الاسره، عندهم إدراك دور في التغيير. ايوه. طيب نبدا من واحد واحد، نبدا بالزوجه. من اهم الاشياء ممكن تفكر فيها الزوجه طريقه تعاملها مع اولادها. الامهات غالبا تستفزهم حكايه الضغوطات حقت البيت، فالاستفزاز بتاع ضغوطات البيت المراه بتكون ما قادره تسيطر عليه كثير جدا من طريقه تعاملها مع اولادها بسبب الضغط الحاصل لها. التعامل مع الأولاد محتاج لتربية، والتربية محتاجة لهدوء وصبر وتؤدى، محتاجة لأساليب وأفكر ولجدة بميز شو بيفع معاه كده وبيبتدي بيفع معاه كده وده جربت معاه والطريقة دي. الكلام ده المرأة بتكون مع البيت ومع الضغوطات ومع المهام حقتها، ولو أنت كما ذكرت ممكن تكون برضو عاملة يعني عندها ضغوطات تانية، فبتحس أنه هي شغالة بس الأيام قاعد تمشي وأولادها قاعدين يكبروا، لكن ما في ذهنها خطة معينة لبيتها، ما في ذهنها خطة معينة لولدها، خطة لتربية بنتها، لتربية ولدها. أنا دار أطلعهم شنو؟ ممكن المرأة دي نفسها قبل ما تتزوج كانت متخيلة أنه أنا بعد ما أتزوج هجيب أولاد حيكونوا أولادي أحسن أولاد في الدنيا، حيكونوا بناتي أحسن بنات في الدنيا، أنا بعد ما أتزوج حاربي أولادي أحسن تربية، ولدي حيكون قائد من قواد الأمة الإسلامية وبالتالي حتكون من البنات المؤثرات في المجتمع. ده كله راح وين؟ مع طاحونة التربية، مع اللخمة اليومية. ده بجانب الأم ممكن من الأشياء اللي تفكر فيها في التفكير الأفضل، كيف أفضل وسيلة ممكنة في التواصل مع أولادي وبناتي ودول عمل التغيير المطلوب. بلا طيب شك. ناخد ظبية على خط الحديث. مرحبا بك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا ظبية. يا بسأل الدكتور عن بعض الإشكاليات أنه أريد أغيرها في حالي. هي أربع إشكاليات. الشيء الأول التحدث، يعني كيف أقدر أضبط صوتي الحين نتحدث مع شخص، كيف أقدر أضبط صوتي بالطريقة المطلوبة حتى ما يفهمني الطرف الآخر أو المستمع بصورة سليمة. هاي الشيء الأول. الشيء الثاني عند إشكالية في الحفظ بالمواد في الحفظ، كيف أقدر أحل هذا الشيء علما بأنني بستخدم التكرار أو الخرائط الذهنية ولكنها ما تغطي التفاصيل حق الدرس. هاي شيء ثاني. شيء ثالث، كيف أقدر أتعايش مع جو الصاخب علما بأنني أحب الهدوء الشديد. وشيء الرابع، وكيف أقدر أغير السعي بإرضاء الآخرين، كيف أقدر أغير هاي الإشي. الرابع بس معلش تاني، كيف تقدر تغير شنو؟ شيء السعي بإرضاء الآخرين. والله ما واضحة، معلش كيف تقدر شنو تغير شنو؟ أشياء الآخرين؟ الشيء الرابع السعي. إرضاء الآخرين. أوكي 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 أوكي. الآخرين. شكراً. شكراً جزيلاً. تحيلة ظبية. تحيلة ظبية. في متصل تاني؟ طيب ظبية عندها أربع أسئلة دكتور. حكاية التحدث إنه كيف الزوج يقدر يوصل
صوته للآخرين، وزي ما تكلم نظامي واضح يبدو الإشكالية. أنا يبدو لي أنه ما في إشكالية كبيرة في توصيل المعلومة للطرف الآخر أو الصوت بالنسبة للطرف الآخر، حتى ما يفهم القصد فهم سيء أو نعم. يفهم فهم بطريقة معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في ربنا سبحانه وتعالى قال للنساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالمرأة تتكلم مع الرجل بطريقة عادية يعني زي ما تكلمت معه. أيوة زي ما تتكلم مع عسل الدكان، زي ما تتكلم مع عسل البوتيك، زي ما بتتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بس نهانا من الخضوع. تلقى واحدة من البنات مع صاحباتها بتتكلم لا 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 لا، بتتكلم لا مع ولد تتكلم بصوت مختلف من غير ما هي تحس. صحيح. التغيير ده مشكلة كبيرة جدا. تغيير الصوت ده قد يكون سبب في أن الطرف الآخر يظن منه ظن سيء متعلق بمن قضية الاتصالات عموما بين الرجال والنساء. كيف أنت تقدر تتعايش مع جو صاخب وهي بتحب الهدوء؟ أنا الثاني ما سمعت الديد، أظن الثالثة ما واضحة كان في أشكال، ما كانت مفهومة عندي كويس. الثالثة كيف تقدر تتعايش مع جو صاخب وهي تحب الهدوء؟ واحد من اثنين، ما في طرفين، في طرف صاخب وفي طرف هادئ. المطلوب شنو؟ يتلاقوا في النص، ده يوطي وده يرفع حبة. يعني النوع الهادي يتعود أنه أنا الطرف الآخر طرف صاخب جدا، أنا مفترض أوصل له رسالة أنه أنا ما من النوع اللي بحب الحاجة دي، فهو يفهم الحاجة دي. والطرف الصاخب ده يوصل لي رسالة أنه أنت من النوع الهادي، الهدوء الشديد ما بينفع معي، فنلتقي في المنتصف. الكلام ده مهم أنه في العلاقات أنه يكون معروف قبل الارتباط بين الأطراف، أنه ناس يكون في نوع من التفاهم في التفكير في الأشياء الموجودة دي. الناس لو قدر يتصل للحاجة دي وفي توائم في الصفات قبل ما يكون الحاجة دي موجودة. إحنا كان عندنا زمان حلقات تكلمنا فيها عن الشخصيات، من ضمنها التفاوت، نعم أنماط الشخصيات، هل التفاوت موجود بين البشر؟ في النهاية التفاهم هو الحل الوسط. كيف يكون السائل الأفضل؟ ونحن ممكن حلقتنا دي زادة السائل الأفضل ولإرضاء الناس، أنه أنا أصل لمرحلة أنه الناس ترضى عني، بقول لها ما في طريقة، مستحيل تصل لمرحلة أنه الناس يرضوا عليك كده. ما هو الناس لو كانوا واحد بنقول لك أهلا وسهلا يرضوا، لكن الناس أشكال، الناس أجناس، الناس أصناف، ورضا الناس غاية لا تدرك. فالإنسان يكون سعيه أنه يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم من خلال حسن التعامل مع الآخرين أقصى ما سيصل إليه الإنسان هو إرضاء أغلب الناس، أغلب الناس بالخلق الحسن بالتعامل الجيد. أما كل الناس فإرضا الناس كلهم غاية لا تدرك. نعم. طيب دكتور أيمن، نواصل في هذه الحلقة لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل من ثم نواصل، وكذلك نتيح لكم فرصة أخرى للمشاركة في هذه الحلقة. كونوا برفقتنا لأن نشوف كمان الجانب الصحي المتعلق بصحة الإنسان بعد الفاصل. مرحبا بكل أصدقاء المشاهدين في كل مكان، لكم التحية والحديث عن التغيير الأفضل بصحبة الدكتور أيمن الشيخ جمعة سهل. مرحبا بكم، ونتيح المشاركة إن شاء الله عبر الجسور المختلفة تظهر أسفل الشاشة. دكتور أيمن، نحن في الجانب العائلي لسه، يعني قلنا من المجالات الجانب العائلي، تكلمنا عن حكاية الأم ذات التغيير في نفسها، نشوف الأولاد شنو تاني بالحياة دي. طيب عشان نعيد الخريطة الذهنية للمشاهدين، قلنا عندنا الجانب العائلي، فكر فيه كيف. أول حاجة إشكاليات لازم تتحلى. طيب افترضنا ما في إشكاليات، قلنا طموحات اللي هو أشياء دائرة تبقى أحسن، وذكرنا أمثلة أن الطموحات والأشياء دي ممكن تكون للأب للأم للأولاد. فذكرنا مثال للأم أنه من ضمن طموحات أنه أنا نفسي مع اللخمة الحاصلة لي دي أكون مركز على أهداف لتربية أولادي. ده مثال. الأب مع اللخمة الحاصلة لي دي أن نفسي أدي زمن لأولادي. نجي للأولاد والبنات خاصة الكبار. الأولاد في سن معينة بيكونوا بعيدين من الأسرة، بيكون اهتماماتهم بأصحابهم، اهتمامات البيت بصديقاته، فبتكون شويه فيها انسحاب. فمن اول الاولويات انه البيت تفكر انا علاقتي بامي كيف، ليه ما امي تبقى اعز واحده من صحباتي، ليه انا لما تحصل لي مشكله بحكي لي صاحبتي دي وصاحبتي دي، طيب ما امي قاعده معي في البيت. فكوني حريصه كبيت، خاصه لما تكون بلغت سن 14 15 16 17 سن، يعني فيها نوع من التواصل، انك تكوني حريصه انه امي قريت تكون اعز واحده من صاحباتي. انت اصنعي الام اللي بتبقى لك الصاحبه، بتقولي لا امي اصلا ما تتونس معي، انت اصنعي الموضوع ده. تصنعيه كيف؟ مره مرتين ثلاثه شاوريها يا امي انا دايرك في موضوع. تخيلي امك لما تيجي تقول لها يا امي دايرك في موضوع، يو هتفضي نفسها وتيجي تقعدي وتقابلتي في شنو؟ شاوريها في موضوع بسيط من موضوعات الدراسه، سمعت منك مره ثانيه مره، خلاص كده الام تعودت انه هي بقت بالنسبه لك مصدر استشاره. تكوني انت صنعتي مستشاره اللي هي اقرب واحده لك اللي هي امك، حتديكي من خبرات حياتها حاجه كبيره جدا. انا كشاب ممكن يكون في جفوه بيني وبين والدي، ممكن والدي يكون صعب، والدي من النوع اللي بخاف منه عديل، حتى لو انا كبرت ممكن يكون من النوع الفارض سيطره بصوره كبيره جدا ما بقدر اتعامل معه. لا، انا احاول اني انا اصل له بالطريقه المناسبه. المهم في النهايه لازم انا كفرد من افراد الاسره دي، وانا شاب وفتاه في سن صغير، ان يكون عندي طموحات أن علاقاتي مع أسرتي تكون في صورة أحسن وأحسن وأحسن. أخترع وسائل وأفكار أنه كيف أبر أمي وأبوي ديل بأفضل طريقة ممكنة. كلها داخلة في الجانب العائلي.
نعم ننتقل الى مساله الجانب الصحي. شنو موجود فيه المعنويه هو ذاته شنو الجانب الصحي؟ يعني صحتنا في حد ذاته ولا المحيط اللي حوالينا؟ ممتاز ممتاز سؤال جميل. ده بدايه مهمه عشان اصل للجانب الصحي. الجانب الصحي بيتكلم عن صحتك انت بس، ما لك علاقه بزول ثاني. لما نقول التغيير الافضل في الجانب الصحي ما بقول لك تهتم بصحه الناس، لا، الاهتمام بصحه الناس ده في الجانب الاجتماعي، دي خدمه اجتماعيه بحيجينا في الاجتماعي بعدين. لا، الجانب الصحي بيتكلم عن صحتك انت. في الجانب الصحي عندنا شقين خطيرين، الجانب الاول الصحه البدنيه جسد، والجانب الثاني الصحه النفسيه، وده موضوع كبير، موضوع فعلا داير له يعني تفكير. ايوه، نبدا اول حاجه خلينا نبدا بالصحه البدنيه. الصحه البدنيه دي فيها اساسيات، اي زول نفسه يبقى فيها افضل. من اساسيات الصحه البدنيه الطعام والشراب، والطعام والشراب على فكره ما في زول يقول لي كيف نتكلم عن الاكل والشراب في برنامج بيتكلم عن التغذيه الافضل؟ ده موضوع بالله يتكلموا عنه يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المعده بيت الداء والحميه راس الدواء، او كما ورد في الاثر يروى انه عن احد الاطباء. يعني في النهايه ده كلام، ما كلام بسيط او ما كلام سهل، لانه له تاثيرات. صحيح. انت عايز تعرف اهميه الجانب الصحي، لازم تعرف انه الجانب الصحي بياثر في جوانب كثيره جدا. صح. يا اخي الجانب الصحي بياثر حتى في عباداتك. صح. الزول لما تكون صحته مليانه شديد يا اخي ده بيتعب في الصيام، يا اخي ده بيتعب في الصلاه، في الصلاه دي ما بيقدر يخشع. يا اخي ده لو دخلوه جامع مكيفاته ما شغاله فل ما بيقدر يصلي زي الناس. الزول اللي بيكون صحته مليانه شديد ده بتلقاه حتى في حركته تعبان، تلقاه حتى في قيام الليل بالنسبه له صعب، في اشياء كثيره، في مشقه. المشقه جاتني من وين؟ جاتني من جسمي ده. انا لو قدرت اصل لوزن مناسب، وزن مثالي وحافظ عليه، انا بعتبر الهدف ده من اسمى الاهداف اللي بتستاهل انه انا اجتهد فيها، لانه حيأثر حتى في جانب الروحي، في صلاتي وفي قيام الليل وفي عبادتي وفي صيامي، وحيخفف لي حاجات كثيره جدا. من الاشياء المهمه في الجانب الصحي قضيه الماكل والمشرب الصحي، الغذاء الصحي. في ناس كثار بيقول لك ما زول ياكل اي حاجه. انت عارف الجانب الصحي ده اثاره ما بتظهر اسي، اثار الجانب الصحي اثار تراكميه. لما نزول يصل مرحله الخمسين والستين ويبدا تتراكم عليه امراض ما كانت موجوده. الناس بيعملوا دراسات في بعض المناطق في الصين وفي اليابان وفي غيرها، بيقول لك دي مناطق فيها اكثر المعمرين، ناس كلهم ابو 120 سنه وفوق. في شنو مالهم؟ غذاء طبيعي، غذاء صحي، الغذاء المعلب والغذاء الفيه والاشياء الكيماويه، وده كله بياثر في صحه الانسان تاثير كبير جدا. هل انا ممكن اخيل دي جزء من التغيير انه غذائي يكون صحي؟ هل ده يعتبر هدف كبير بالنسبه للمسلم كونه يفكر في الاكل والشراب؟ يقول لك نعم، ده من الاهداف الكبيره بسبب حياتك كلها. ايوه، بسبب لا. التاثيرات الكبيره جدا الموجوده في الجوانب الاخرى في حياه الانسان. شوف لو جاك مرض بس مزمن حيعطل كثير. ايوه يا الله. نعم. كثير جدا ممكن حياتك كلها تتعطل بسبب اهمالك في حاجات معينه انت قصرت الشديد. نعم. ده من الجوانب اللي هو جانب الماكل والمشرب. حنجي نشوف الجانب النفسي. تمام. طيب ناخذ عواطف من الجزيره ونجي نكمل. مرحبا يا عواطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا عواطف. يلا انا عايزه اضيف حاجه بسيطه. طيب اتفضلي. يلا الناس يعني بيقول مثلا الام العامله او الام العامله هي بتقصر في البيت، مقصره في البيت بيقولوا. لكن الام اذا عايزه توفر بين البيت وبين العمل هي بتقدر. كيف؟ نعم، المرأة طبعا هي يعني هي بتتحمل، يعني عندها هو التحمل. هي ممكن تسهر الليل وتقضي شغل اليوم الجاي كله بالليل، وممكن تقضي يوم من العمل. يعني انت يا عواطف معترضة على حكاية انه الناس تقول يا اخي الام العاملة مقصرة في البيت؟ انا معترضة، مع ان انا برضه مرأة عاملة يعني عندي اطفال في صغار وبسوق معاي مرات يعني. نعم. طيب تحية لك يا عواطف، الله تحية كبار وجلال لك، وتحية لكل النساء العاملات اللي يعني بكدوا من اجل لقمه عيش شريفه وبساعدوا يعني ازواجهم في البيت وفي تربيه اولادهم، وعليهم دور كبير. شكرا يا عواطف، تحية لك. في متصل ثاني يا شباب؟ طيب نواصل. دكتور ايمن، اخوتنا عواطف هي احدى النساء العاملات واكثر يعني كثيره جدا في بلادنا. صحيح. لاسباب مختلفه المراه تضطر تعمل استاذه غيره في عمل وظيفه وغيره، وهي بتجد معاناه ومشقه. صحيح، لكن في النهايه في نهاية التوفيق ممكن. نعم. والمرأة لو قدرت أنه تحكم زمنها وتحدد هي احتياجاتها شنو،
الفرق بينه وبين المرأة القاعدة في البيت شنو من ناحية الواجبات المطلوبة منها وتعويضها. المرأة في النهاية تستطيع بإذن الله تعالى، ومتى ما حست أنه شغلها بيأثر على بيتها بعدها بتقعد مع نفسها تبدأ تقرر هل أنا كلام ده ممكن يتغير ما ممكن يتغير، فهي في النهاية الخيارات بيدها. صحيح، تحية عواطف. طيب دكتور، نحن في الجانب الصحي تكلمنا عن الجانب الصحي البدني، نشوف الجانب الصحي النفسي ولا في تكملة فيه؟ في البدني في حاجات الناس بتهملها وهي مهمة من الجوانب، انا حقولها سريعة عشان ما تاخذ فين تاخذ مننا زمن، لكنها مهمة. نعم. اللي هي الجانب الحركة، الرياضة. الرياضة الرياضة نحن كعرب، خلينا نقول كعرب او كمسلمين عموما، من الاشياء اللي نحن مقصرين فيها جدا. بتلقى الزول ده بيتريض او بيلعب كورة في سن الشباب لما يكون عنده نادي معه واصحابه الى اخره، غير كده لا. بمعنى اخر، في ناس كتار للاسف بيربط الرياضه بالوزن، بيقول لك الزول ده اللي بيعمل رياضه ده الزول ده يخفف وزنه، مع انه قضيه الرياضه هي لها علاقه بالقلب ولها علاقه بصحه القلب ولها علاقه بالدوره الدمويه، بغض النظر عن حجم الانسان، فقد يكون الانسان في غايه النحافه لكن محتاج لشنو؟ للحركه، للرياضه. والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف، دي غير قوه الايمان برضه، حتى القوه البدنيه والقوه الجسديه. جميل، هنجي للجانب النفسي نشوف سحر. السلام عليكم سحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا سحر، تفضلي. تحية لك يا أستاذ، تحية للدكتور. الله يحييك. أنا عندي إضافة بسيطة. تفضلي. بقول إنه التغيير للأفضل حاجة جميلة جدا، والسؤال هو كيف أنا أتغير للأفضل؟ بشوف أحسن حل الاستعانة بالقرآن الكريم، وأجاب إنه أنا أفهم معانيه وأتدبره، وبلقى حاجات كثيرة فيه في تفسير معنى القرآن الكريم بيساعدني كثير في حياتي. يعني ممكن أقرأ القرآن مرة أختم وأفهم حاجة وأجي ثاني أقرأ من الأول أفهم حاجة قبل كده أنا ما فهمتها، بتدبر معاني وبالاهتمام بحلقات تفسير القرآن الكريم، سواء كان في غنى الطيبة أو الرحمة، في حلقات كثيرة يعني لتفسير القرآن الكريم بستفيد منها أنا كثير، بيخليني أفهم حاجات كثيرة في الحياة، مثلاً زي يعني كيف اتعامل مع الاسره، مع الزوج، مع الابناء، ومع الجيران، ومع المجتمع عامه. وبالنسبه لارضاء كل الناس، ما في زهر يطلبوا الناس الحب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان له اعداء. صحيح. يعني فانا لي بتفسير القران وتدبر معانيه وبفهمه عشان اقدر اتعامل في الحياه عامه مع كل الناس داخل الاسره او سواء كان في المجتمع عامه. شكرا. وربنا ان شاء الله يجعل الناس كلها من متغيرين للافضل ان شاء الله، والمستعينين بالقران الكريم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تحيه لك سحر، كثر خيرك على الاتصال. وسحر ربط التغيير الافضل بمساله اللجوء الى القران الكريم، ان احنا قلنا ده مرتكز، تكلمنا عن جانب الروحي بلا شك. نعم. بلا شك، الله يديها العافيه، مداخله جميله جدا. نعم، تحيه لها. نمشي للجانب الصحي النفسي. ممكن اختم الجانب الصحي نكمل في الجانب بحاجة واحد البدني. شوف. أيوة. بعض الرياضه في شو طيب. النوم. النوم من اساسيات الصحه البدنيه. انا اتمنى الزور ما مقتنع بالكلام ده يدخل في النت ويفتش عن اثار النوم في الصحه النفسيه. انت لك ان تتخيل الصحه النفسيه والبدنيه، الصحه البدنيه، الصحه البدنيه. لك ان تتخيل شخص ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا، كيف حيكون شكل يومه وكيف حتكون الراحه حقته ونشاطه وحيويته. نشاطه وحيويته، اي في اشياء كثيره جدا جدا جدا. فانا في رايي انه من المفترض من الاشياء اللي يسعى عليها الانسان، لو كان زمنه بالليل بيده، لو كان زمنك بالليل بيدك، ما مرات الزول بيساهر بمزاجه. نعم. مرات الزول يعني بيساهر وهو ما عنده، مش ما عنده حاجه، بس داري ساهر. فانا وصيتي اي زول زمنه بيده، الزمن اللي دار تساهره ده نومه، وعوضه بالنهار في حاجه ثانيه. يعني يشتغل بالساعتين ثلاثه بعد العشاء دي اللي انت محتاجا قاعد فيها بمزاج، لا، بما انه ما عندك حاجه مضطر يعني تجعلك تضطر انك تساهر، جرب النوم المبكر. اتمنى الناس اللي بينوموا بدري ديل يقعدوا يحكوا لنا احساسهم كيف، وكيف الزول بيصحى صلاه الصبح وتاني ما بفكر في النوم. احنا الزول ينوم متاخر ويصلي الصبح ده، يلا ونفسه ينوم بعد الصبح 20 ساعه ثاني، لانه بيحس انه ما شبع، واداؤه حتى اداؤه اليومي بيكون اداء ما سليم، ولو اثر في الجانب النفسي اللي حنتكلم عنه بعد شويه اثر كبير جدا هنشوفه برضه. اذا موضوع النوم من الموضوعات اللي لها اثر كبير جدا لو الزول فكر فيه تفكير سليم وتفكير حقيقي. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نعم، للدرجه دي. طيب ممكن في ناس تعلق يقول لك يا اخي انا ما قاعد
يجيني نوم اصلا تعودت ساهر، لكن دي ممكن هي مربوطه ب يتعود زي ما تعود يساهر، يتعود نوم بدري اول يوم يجي نوم، ثاني يوم اسبوع اسبوعين ثلاثه، لحد ما الزمن البعيد يبدا ينقص 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 لحد ما يلقى نفسه يستفاد قضى الساعات الطويله من النوم في الليل، لانه نوم الليل بيفرق كثير جدا من نوم النهار. نعم دكتور ايمن، احنا تبقت لنا دقيقه ونصف ما شاء الله خلاصه القول، هنواصل ان شاء الله في الحلقه القادمه. طيب خلاصة القول في حلقة الليلة، بما أنه تكلمنا عن جانبين اللي هو الجانب عن ثلاثة جوانب، الجانب العلمي والجانب العائلي والجانب الصحي، أنا دار أقول للناس أنه التغيير هو عملية متوازنة يا أستاذ يوسف. التغيير ليس في جانب واحد، ونحن ما نزال نواصل في كل حلقة مربوطة سلسلة، أيوة سلسلة مربوطة. فأنا عشان أكون إنسان متزن لابد أن أفكر في التغيير في مجموعة جوانب الحياة وليس في جانب واحد وأهمل بقية الجوانب، حتى أكون إنسان متوازن أدي كل جانب حقه، أعطي كل ذي حق حقه من هذه الجوانب، وبإذن الله تعالى سأشعر بسعادة غامرة جدا تجتاح حياتي وبتغيير للأفضل، حتى وإن كان التغيير بطيء لكنه تغيير فعال بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور أيمن الشيخ جمعة السهل، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم، وكذلك استشارة التخطيط الاستراتيجي الشخصي، كتر خيرك. بارك الله فيك، الله يديك العافية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تأخر الزواج اللي بيخلي الناس تتزوج شنو؟ اللي بيخلي الناس تتزوج شنو؟ السؤال بيطرح نفسه، في دوافع دينية، في دوافع نفسية، في دوافع فطرية. مع دكتور يوسف إسماعيل عبد الله غدا إن مضى الله في الأجيال، نلتقي عند السابعة بالجديد. لذلك الحين تحياتي والفريق العامل في أمان الله.